وينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض استشاري الأمراض المعدية الدكتور عاصم عبد القادر علام. حياكم الله دكتور عاصم. معالي الوزير يشدد اليوم على أهمية التسجيل لأخذ اللقاح مع بدء وصول كميات جديدة من اللقاحات. مساك سيد عبد الله والسادة المستمعين والمشاهدين. حقيقة خطاب الوزير اليوم كان خطاب مهم جدا. اللقاح وأهمية اللقاح لا تخفى على الجميع. لقاح آمن، دراسات كثيرة أثبتت فعالية القيادة العليا ولله الحمد، دراسة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد أقدم على أخذ اللقاح. الكيان هيئة الغذاء والدواء السعودية كيان مستقل له باع طويل في دراسات اللقاحات الآمنة ولله الحمد تم الموافقة على كذا لقاح. الخطاب الوزير اليوم تأكيد على أهمية اللقاح. الفيروس ما زال موجود الحمد لله. متانة القرارات التي اتخذتها المملكة مؤخرا أثبتت أنه لا شيء مستحيل. الحالات ولله الحمد سجلت انخفاض في البداية ثم ارتفاع، والآن إن شاء الله الوضع مستقرة إلى حد كبير. الأخذ اللقاح ساعد كثير جدا في الحفاظ على الحالات دون المستوى العالي. اللقاح إلى الآن جميع وصلنا إلى تقريبا 500,000 تطعيم تم إعطاء ولله الحمد، ما سجلت أي إصابات ما أي مضاعفات جانبية أقصد. جميل. الأماكن متوفرة ومتيسرة ولله الحمد. فأعتقد أنه الخطاب معالي الوزير اليوم هو خطاب لكل مواطن ومواطنة، الحرص على أخذ اللقاح والتسجيل. التسجيل طرق التسجيل سهلة جدا ولله الحمد، كلها إلكترونية للفرد وللمجتمع حقيقة. نعم دكتور، اللقاحات الأكثر موثوقية وفعالية هي بطبيعة الحال اللقاحات التي تعتمدها الجهات المختصة في المملكة. اليوم منظمة الصحة العالمية أعلنت عن إمكانية استخدام لقاح أسترازينكا أو أسترازينكا للحالات الطارئة، هل يختلف كثيرا عن فايزر؟ اللقاحين حقيقة كلهم معتمدين من كذا مكان في العالم، منها المملكة العربية السعودية. لقاح آمن أثبت جودته، يختلف اختلافات لوجستية لا تقل أو لا تقلل من فعالية اللقاح كطرق التخزين وغيرها. اللقاح معتمد، لا يخفى عليك الفيروس تمحور في أكثر من دولة في العالم. الوجود أكثر من لقاح هو أمر متوقع في كذا جائحة هزت كل ركن من أركان العالم. نعم. أي لقاحات يتم اعتمادها في المملكة هي اللقاحات الموثوقة. نعم. وهل هو جرعتين أيضا يا دكتور؟ أسترازينيكا هل هو جرعتين مثل فايزر؟ أي فايزر هو جرعتين، أسترازينيكا جرعتين. نعم. طيب. قد يكون دكتور أخيرا، يعني أرقام الإصابات تحت السيطرة ولله الحمد، لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن نتهاون في الإجراءات في أي وقت وفي أي مكان. هذا هو الركن الأساسي حقيقة في السيطرة على كورونا. مع الوزير ومركز العمليات من أول يوم أقروا وأثبتوا أنه المواطن هو والمواطنة هم الخط الأول للدفاع. الإجراءات الاحترازية، التزام بها، التباعد الجسدي، الكمامة، منع التجمعات، هذه كلها كانت وما زالت هي الحصن إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى، وهي نعم. المانع لأي مزيد من الإصابات. الدكتور عاصم عبد القادر علام استشاري الأمراض المعدية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.